اما هلا سلمى رح ننتقل لفقرتنا التاليه واللي هي مهمه هلا لاغلب الطلاب ولكل الطلاب يلي عم ينتقلوا للمرحله الاساسيه بحياتهم الشهادات العامه. هي فتره التحضير للامتحان بتحمل معها كثير من الخوف والقلق والتوتر، بحيث هي الطلاب بهي الفترة بيكونوا عم يراجعوا معلومات السنة كلها وعم يسترجعوا كل المعلومات، وأكيد هنن بحاجة كتير قوية لحتى يعرفوا شلون يتذكروا هاي المعلومات وما ينسوها. أكيد عفاف، ودائما بنقول يمكن أكبر عدو للطلاب بفترة الامتحانات هو النسيان، فكتير أوقات بيخاف الطالب إن هو ما يتذكر أي شيء من اللي درسه، وحالة الخوف هي نفسها يمكن هي بتعمل له شوية توتر، ففعلا بينسى كتير من الأشياء اللي هو درسها. لحتى نعرف معلومات أكثر عن طرق التذكر وعدم النسيان وأفضل الطرق للدراسة ونحن على باب الامتحانات، رح نعرف هاي المعلومات وغيرها من ضيفتنا الأستاذة يسرى عباس، وهي محاضرة بجامعة دمشق. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلين يا أهلا وسهلا. يسعد صباحك أستاذة. أهلا صباح الخير. بداية يعني هذا الموضوع هلأ مستحوذ على تفكير الأهالي والطلاب كتير، يعني هنن فترة هلأ بزيد فيها عندهم الخوف والقلق، ويمكن هذا الشيء أكيد بسبب أنه ينسوا المعلومات يلي كانوا عم يدرسوها من أول السنة لحد هلأ. خلينا هيك نعرف شو هو موضوع التذكر، كيف ممكن أنه يساعدوا حالهم حتى يتذكروا كل المعلومات يلي بلشوا فيها من أول العام. نعم طبعا نحن عملية التذكر تعني تعلم، يعني في هون قاعدة انه كل ما يتذكره الانسان يتعلمه، فكل ما يحفظ في الذاكرة من معلومات يراها يوميا. طبعا في عنا الجهاز العصبي بلايين من الخلايا العصبية، والدماغ فيه طبعا يقوم بتسجيل كل ما يرى، ففي هناك نواقل لهذه. فنحن بدنا نحكي على الطلاب بشكل عام، ما رح نحكي عن الذاكرة، ولا هي موضوع عقلي معقد ونشاط عقلي والدماغ، يعني تعتبر من عجائب دنيا السبع التذكر والنسيان. لكن هلا نحن لطلابنا التذكر هي عبارة عن مثل ما قلت تعلم، كل ما يمر به خلال السنة من دروس من معلومات من حركات، فعملية اكتساب معلومات، وهذه المعلومات يتم انطباعها بالذهن فورا، تسجيلها ثم تخزينها والاحتفاظ بها. هل العملية هي معقدة جدا وصعبة، لكن بالنسبة لنا للذاكرة هي الذاكرة مثل ما قلت عملية تحفيظ احتفاظ بهذه المعلومات اللي درسها خلال السنة. فالطالب هو عم ياخذ هالدرس قول ها تذكرت ها تعلمت، فنحن العملية التعليمية هناك كثير من المثيرات حتى ما ينسى، يعني كثير من المثيرات، التشويق، الحماس، الدافعية، المناهج، الطرائق التدريس كلها لحتى الطالب يتذكر هالمعلومات. يعني ما هو ما مثل قديما كان حفظ بصم والمعلم عم يعطي الدرس والطلاب قاعدين هيك، لا الطلاب عم بيشاركوا، المعلم يعطي طرائق متعددة، عاصف ذهني، أسئلة مثيرة للتفكير، دائما الطالب في ترقب للسؤال من المعلم، لذلك ذاكرته لازم تكون حاضرة دائما لحتى يعني في انتباه وفي تركيز. مين اللي بينتبه أكثر منه؟ فبدنا نجي نحن من الحلقة الأولى، الصف الأول للبكالوريا، نحن الطلاب الابتدائي صعب يركزوا مع الأستاذ، لذلك بتشوفي وسائل مثيرات كثيرة، أغنية، مسرحية، تمثيل، شوفي كل ما لهم فواصل منشطة، كل 10 دقائق تقوم المعلمة بأغنية، يلا لنشوف كيف بيعمل عصفور لحتى يركزوا معها، خاصة الأول، كل 10 دقائق. كل ما كبر الإنسان كل ما زاد تركيزه وانتباهه، يعني نحن من نقول لمستوى الجامعة إذا الدكتور عم يعطي محاضرة ساعتين ورا بعض بيملوا الطلاب، فبيعطي نكتة طرفة، هاي نوع من الفاصل المنشط ليركزوا معه. نحن الهدف من العملية التركيز، والمعلم من انتباهه للطلاب من عيونهم بيعرف مين مركز. فنحن إذا عملية الذاكرة هي استقبال هالمعلومات واحتفاظ بها. كيف بيتم الاحتفاظ؟ طبعا الذاكرة لها أنواع بالمخ، يعني في ذاكرة من البصرية، ذاكرة سمعية، ذاكرة شمية، ذاكرة مكانية، في عدة أنواع، لكن أنا بيهمني آلية عمل الدماغ ذاكرة قصيرة المدى، يعني تحتفظ فيها لفترة قصيرة مو لكتير، شادة بتحتفظ كمية بسيطة هي الذاكرة القصيرة اللي بتمر بنشاطنا اليومي، يعني شو مر معي باليوم من أنشطة بيحتفظ فيه الدماغ لثواني، يعني كيف أنت عندك مكتب وكل درج ما بيساعة 6 كلمات 5 كلمات، هي اسمها ذاكرة قصيرة المدى لليوم.
احتفاظ يعني بمر 24 ساعة يعني بتروح بتزول، بينما احتفاظ المعلومة اكتسبها الطالب مهارة أثناء الدرس، مهارة الحفظ، مهارة الضرب، الإعراب، الرسم، اكتسب معلومة جديدة، اكتسب خبرة، اكتسب كثير شغلات. وين حيحتفظ فيها؟ طبعا الذاكرة القصيرة حتنقلهم عبر نقل، وهالنقل كيف عم يتم؟ عبر النواقل العصبية، يعني شوفوا الآليات. الانطباع الذهني الأول عبر الذاكرة يكون فيزيائي. تم طبع هالمعلومة اللي طبعا فسرها، بعد فسرها الإنسان بيفسرها المخ وبيحللها، عرف هالمعلومة طبعها بالذاكرة طويلة المدى. هذه الذاكرة هي بنحتفظ فيها بمليارات، يعني شد حركات، مشاعر، أشخاص، أماكن مرت علينا. بالخلايا العصبية في بليون خلية عصبية تقوم يعني عبارة عن تشابك مساراتنا، لكن أنا بهمني العملية التعليمية احتفظ هالمعلومات، هالدروس اللي درسها. طبعا في كتير وسائل ليحسن، عوامل كتيرة ليثبتها بالذاكرة طويلة المدى، يظل متذكرة ما ينساها. عندك طبيعة المادة، إذا كانت المادة صعبة صعبة للطالب، هي ما عندنا مواد صعبة وسهلة. يعني كثير من الطلاب بتقول لك أصعب مادة الاجتماعية، البعض تقول رياضيات، البعض تقول علوم. فإذا طبيعة هالمادة لها الطالب صعبة، بيشعر حاله أنه لازم يعني هي صعب أنه يتذكرها، صعب يستدعيها يوم الامتحان. إذا الذاكرة طويلة الأمد عم تحتفظ بها المعلومات لحين الحاجة. يعني أنا كثير من الأحيان بحفظ معلومات، مهارة، بحفظ طبخة، أغنية، إجا وقتها نستدعيها. هالاستدعاء هاد لنشوف قوة حضورها، تكون هي مشفرة على رموز بدماغها. يعني أنت لما أنت حافظتي بها المعلومة 2 ضرب 2 4، مو سهلة، في مكان للأرقام، في زاوية للمعاني، زاوية للأشكال، لحفظ الأماكن في كل مكان بالذاكرة. كيف أنت لما تحتفظي بخزانة دروج للتياب، للصغار، للكبار، للصيفي، كمان دماغ منسق ومنظم، فيه ترتيب، يعني عملية مثل ما قلت نشاط عقل معقد. لكن مهمة آلية الذاكرة مثل ما قلت، عندها بهاللحظة هاي انطبع، تسجل واحتفظ بأماني. لكن عندما يتم نقله واستدعائه بوقت الحاجة لنشوف متانة هالشخص. إذا إلى طبيعة المادة، أحيانا الطرائق اللي استخدمها المعلم، إذا المعلم حنون وعطوف وهيك وحلو وحباب وكان يحبوه الطلاب، ما بينسى، هو عم يعطي هالمعلومة بلحظة اللي عم يعطيها الدرس. طالب لا ينسى، بتذكر الأستاذ هو عم يعطيه، عم يضحك، حكى نكتة، حكى موقف، بينما المعلم البغيط حببه بالمادة يعني. ايه بتحسي هيك جامد وعم يعطي الدرس بطريقه جامده. خلينا نقول الرياضيات، الفيزياء، المواد العلميه الصعبه، مضطر الاستاذ ما يضحك فيه. معلومات علميه منطقيه ورا بعض يعني. فالطلاب بيعانوا احيانا من عدم وجود فواصل منشطه، يعني ما في فاصل، ما في راحه، ما في كذا. فنحن دائما المعلم بيعرف الطلاب ايمتى ملوا، مو معه، مو منتبهين، بيسال اسئله. في عنا تقويم خلال العمليه التعليميه، بوصل لفكرة، بيسأل، بيعيد السؤال، تأكد جاوبه معناه تمام. إذا أنا هون معلم يا رسالة، عم ينقل رسالة من هالكتاب لها الطلاب، طلاب عم يقول ولا دماغ دماغ ليوم الفحص. شايفين كيف الآلية اللي عم تتم؟ فالذاكرة طويلة الأمد بالدماغ هي اللي عم تشفر هالمعلومات. والطالب، نجي أنا قلت المادة، الطريقة، رغبة الطالب بتمكنه بهالمادة، يعني درجة تمكنه وعمقه. يعني تشوفي طلاب عاطين انتباههم هيك للأستاذ، في طلاب شاردين، التشتت الذهني له أسباب كثيرة، والشرود، عم يفكر بالبيت، جاي من خناقة أبوه وأمه مثلا الشجارات العائلية. طيب بس أستاذة يسرى، اليوم نحن يعني مثل ما قلنا ببداية الحديث، نحن مقبلين على الامتحانات وعم نحكي شوي عن الذاكرة اليوم مثل ما قلتي أنواع الذاكرة. خلينا نتعرف أكثر على الطرق اللي بتحفز الطلاب اليوم على تذكر اللي درسوه طول السنة. يعني نحن مثل ما قلت، يعني هدول الطلاب اللي بدهم يقووا ذاكرتهم ويحسنوها، الانتباه جيد أثناء الدرس، ثقة بإمكاناته، تدريب المستمر، يصمم، يكون عنده تصميم. هلأ هي الفترة رغبة اللي عم بيراجع فيها الدراسة، يعني عنده هو نفسه اهتمام بالنجاح واهتمام بالتذكر. يعني أنت عم تدرسي هالدرس، ما عم تدرسي هيك لتسلاي، عم تقولي لازم تذكره بينه وبين نفسه تهيئ وتحيل للموضوع، انه ما ينسى، بتمتع. يعني حاول يربط هالمعلومات باشياء جميله، يعني يربط المعلومات الصعبه اللي عم ياخذها ما عم تفوت بذهنه. يعني في كثير احيانا قصيده ما عم يقدر يحفظها، فبصير بيقراها بهالمكان، بيروح لهون. في اطفال مع الموسيقى بتقرا، طلاب، في طلاب مع الحكي بصوت عالي، شوفي ممكن يفقط النص هيك بلونه. هلا حاليا بيمسكوا ملون بلون الفقرات لحتى يحفظوا، بالزهري، بالاحمر.
كلها هي طرق هي الشخص ابتدعها. لكن احنا مثل ما قلت شخصية الطالب، دماغه، قدرته على التحمل، كم ساعة يدرس، يا ترى الدراسة ورا بعض يعني يدرس كل اليوم مادة ولا على فواصل. فطبعا احنا يفضل التعليم على فترات، يعني مو كله ورا بعضه، تركيز، لازم ياخذ راحة، يتحمم، رياضة، يقعد شوية تأمل، مو كله ضغط، بيصيبه ضغط نفسي بعدين، بيصيبه ضغط على الدماغ، بيصير ازدحام معلومات. فهون الطالب ما يدرس مادة تانية إذا مو متمكن من المادة الأولى، يعني هو عم يقرأ رياضيات وشاف حاله ما كتير ماشي بهالمادة، بيجي شو أسهل مادة عنده، هيك عنده هو والله اللغة بيحفظها منيح، شاف حاله شحن حاله معنويا، درس اثنين ثلاثة خلص نص الإنجليزي، أو هلأ فيني أرجع على المواد السابقة. فنحن لحاله الطالب بيعرف وين بيقدر ينزه عقله، وين يقدر يريح حاله. طبعا دور الأهل دور كبير بالغذاء وبالعصائر، هلأ بنحكي على المواد اللي بتفيده عقله، بتحسن ذاكرته، لكن نحن مثل ما قلت خليني بالطالب نفسه، تعمقه بالمادة، تدريبه، الفواصل المنشطة، انتباهه. وهو لاحظي معي الطلاب الذكي الأذكياء، طبعا بدي أحكي على الذكي وغير الذكي والعادي، طالب الذكي بيتنبأ شو جاي بالامتحان، شو رأيك؟ يعني من كتر ما بيدرس، من كتر ما بيعيد، من كتر ما بيكرر، شوفي التكرار، بيعيد المعلومة، الدرس أكثر من مرة، المادة أكثر من مرة، فهون بيصير يتنبأ بعض الأسئلة اللي جاي. هاي الطالب الذكي. الطالب العادي عم بيحفظ حفظ بصمي ويعيد ويكرر، ويقول لأهله سمو لي التسمية، بيلعب دور تسمية إذا سمع له حدا، يعني هو عم يراجع، شعر ثقته بنفسه مو هالقد، سمعوا لي، فالتسميع أثناء المراجعة بيتأكد أنه صح فبيرتاح. إيه شوفي غير التسميع يكتب كل شيء حفظه، يعني كل هاي وسائل ما ينسى. يعني هالطالب يا حرام بتلاقي الأهل جايبين له أستاذ خصوصي على البيت، أمه أنا بتمنى من الأهل ما يوجهوا كلمات أنه عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، دير بالك تنسى بكرة، دير بالك تقول نسيت سؤال. أنا بتترك بنصح الأهل يتركوا أولادهم هلأ حاليا على دراستهم يعني وتركيزهم، لاحظ التركيز قديش بده، يعني هالمعلومة اللي عم بدرسها وبدي أنا أخزنها بالمخ، قديش في آليات عصبية عم تشتغل، هدوء، الثقة، الراحة النفسية، ثقته بنفسه هو نفسه طالب، تمكن وهو عم يدرس. صدقيني احيانا بساعة واحدة ممكن يقرأ 10 صفحات، واحيانا بثلاث ساعات ما بيطلع من الصفحة نفسها. فاذا الاهل دعم نفسي لهالطالب وثقته، هو نفسه بيعرف حاله كيف بيحفظ. في طلاب تعلمهم بطيء، هذا بيعرف حاله كيف بيتعلم وحفظ نفسه، وبس ما يصيبه توتر. طبعا بيدخن، شوفي عنده أرجيلة، ما بعرف شو، في كتير عندهم السوشيال ميديا هالأمور هاي، أكيد نسبة الطلاب يعني حالهم بظن الأهل قليلة. ما بظن حدا. خلينا ننتقل هيك شوي على المرحلة الحساسة، الفترة الأكثر حساسية تعتبر، يعني وقت بيقرب موعد الامتحان أو أول يوم من الفحص، الطالب هون بيكون كتير متوتر، ممكن هذا التوتر يسبب له نسيان أو فقد للمعلومات يلي هو مخزنة. خلينا هيك نعرف شو أسباب النسيان بالضبط، وكيف ممكن أنه يقدر الطالب يخفف منها. يعني أنت مثل ما قلت، العملية الذاكرة والتذكر في فروق جنسية، في فروق جسدية، في فروق بالأشخاص، في فروق بالذكاء، في فروق بالتمكن، يعني بالانتباه خلال السنة. إذا أنا الإناث يقال بيتذكروا أكثر من الذكور المعلومات اللفظية، الأمور المادة اللي بيهتم فيها الطالب بيتذكر أكثر، يعني الأمور الميكانيك، الرياضيات، الهندسيات. طالب حابب يسافر لبرا، يقول له أهله بس تخلص بكالوريوس، بيهتم باللغة أكثر. فالمادة اللي بيكون قريبة من حياته هو اللي بيتذكرها، يعني بيكون الأستاذ عم يعطي درس وله علاقة بالواقع، عن الكهرباء بالبيت، فكل هالطلاب معه عم تقطع الكهرباء، وأمه تقول له قوم، الكبير بالبيت ما في غيرك، أنت اللي بدك تشوف لنا تصلح. فهون بدروس اللي علاقة بك بيكون عاطي كل أنت بده يعرف. فإذا لاحظي لو نحن من صف الثاني أو الثالث بلشنا نعطي أمور خاصة بحياة كل طفل، بتشوفيه بيأبدع. فنحن حالي منعطيهم غناء وموسيقى، بتشوفي عم يأبدع بالغناء، هالغنية، هالنشاط، هالمسرحية. لكن إذا العلاقة بالحقل، العلاقة بالمصنع، العلاقة بالمعمل، فنحن عنا بالحلقة الأولى بطارية وسلك ومصباح، بتشوفي كلهم. فأنا نحن عم نحكي على التذكر، نحن عملية الطالب ما ينسى كل شيء درسه، مثل ما قلت يدرس الكتاب على فترات ليس بشكل دفعة واحدة، ويمسك طبعا الوقت مهم، النوم مهم، تغذية عقله، بيعرف حاله أي ما تعب، لما بيتعب يرتاح، يقوم بنزهة يطلع على الجنينة مثلا تحت، تنفس ضروري، الأكسجين، الغذاء، العصائر، الماء، تبين الماء بيشرب ماء، يعني الذاكرة على ضروري. يعني كيف أنت لما بتاكلي أكل بيقولوا هالأكل بده ليمون، ليش بده ليمون؟
لتثبت الحديد، بتساعد بالهضم لتثبيت الحديد، لا يمتص الجسم هالمادة لازم ليمون. بيقولوا لك لحتى تاكلي هالاكل لازم بدها توم بدها كذا لنزل، فنحن في كل اسباب. فلذلك النوم ضروري للعملية العقلية، ينشط العقل، ينشط الدورة الدموية، الماء ضروري أثناء. فإذا نحن عدة أمور لازم الطالب يكون عنده وعي فيها، الوعي والانتباه. طبعا أنا الوعي ما فيني هذا أعطيه على المنيان الطلاب، ولا الانتباه. يعني معلم بيسأل سؤال عرف هالطالب جاوب عليه إذا منتبه معه، ما عرف جاوب إذا مو منتبه. يعني إحنا شو هو قياسي لهالطلاب فهموا كل سنة؟ الامتحان. هلا نحن بنعمل هالامتحان نتاكد الطلاب، هو عباره طبعا هو امتحان غايه وليست وسيله. يعني نحن دائما بنخلي الطلاب يدرسوا وينتبهوا على الاستاذ، ومثل ما قلت الاستاذ بيحكي نكته بيحكي طرفه، لكن طبعا البيئه الصفيه كمان بتلعب دور. شوف يا احيانا بعض الاساتذه بتزين صفه اذا هو صاحب الصف، اما استاذ فايت على هالماده وطالع ما كثير، يعني ممكن يجيب معه وسيله صغيره لكل هالطلاب ينبسطوا. طيب وقت الامتحان بالوقت الحالي، يعني الطالب هو ورقته قدامه، كيف هون كثير بيتوتر وبيرجف، ممكن حتى ينزل ضغطه وما بقى يركز بشيء، شو يعمل بهي اللحظه؟ يعني نحن هلا حاليا بهالوقت الحالي مثل ما قلت الطالب يركز اكثر، ما ينتبه على كثره دروسه الخصوصي. انا بصراحه الاهل بيوجهوا اولادهم على فلان او الاستاذ الفلان بتاعك منيح، خلوه يعتمد على حاله. انا عم بلش هلا من الابتدائي، مين كم واحد عنده عم يدرسوا انسي ثاني بيرفعوا لي ايدهم، كل الصف كلهم عندهم انسي. فاعتمادهم على الخصوصي هو اللي عم بيخليه يتكل، اذا يعتمد على ذاته، ثقته بنفسه، اعتقاداته السلبيه عن نفسه انه بينسى كثير، انه ما ينسى، يركز يقول لحاله انا لا، يعني ما يجيب سيره النسيان. شوفي ما يقول انا بنسى، رح ينسى اذا قال انا خايف انسى. جاي أهمه وعم تودعه، الله يرضى عليك يا ابني، عم تدعي له، الاهل يدعوا لابنهم، ما بنصحهم يجوا معه على الامتحان، ما بنصحهم يروحوا معه لاخر لحظه يوتروا. اذا يشيل حاله. طبعا شوف المزاجيه العاليه بتلعب إلى دور بالهرمونات داخل الجسم، بكيمياء الجسم، كيمياء الدماغ. طالب دارس متمكن مو خايف، بس مين اللي بيقلق اكثر بده يروح على خايف تروح له علم؟ هذا الطالب المتفوق. الطالب التعبان والبايع فايت فكر بالنقل، خاصة الأحرار، أحرار الأدبي، أحرار اللي مو جاي هيك يفكر يلا مننجح. فأنا أتمنى من الجميع يكون هدفهم التفوق، طموحهم للأعلى وليس طموحهم النجاح. إذن بالنسبة مثل ما قلت يكون مزاجه جيد، رايق، سعيد، مبتسم، متفائل. يعني يحط شوية تفاؤل إنه الأسئلة حتجي، ما رح أنسى، ما يقول ما رح أنسى. يعني أنا بصراحة ما بحب هالكلمة إني أذكرها حتى بقاموس اللغة. إذن أنا حنتذكر كل شيء درسنا كل السنة، كل شيء تخزن بالمخ. يعني في قاعدة كل ما تخزن حنتذكره بالمستقبل. يعني شخص شفتيهم بحياتك وأنت بالابتدائي درستي معهم، بعد 20 سنة شفتيه حتتذكري لأول وهلة إنه الشخص شايفته وين 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 لحتى نعرف مين هو. فأنا الحاح في التذكر، حأجي أنا بورقة الفحص حنحكي عن هو جاي على الفحص، ما يقرأ الأسئلة كلها، لأنه إذا قرأ الأسئلة وشاف سؤال هون بيتشام، هون بيتركق، بيتوتر، ما تعرف. إذا سؤال سؤال بجاوب. طيب أنا جيت لشغلة نسيتها ما تذكرتها، على حيت بدي لاقيها، مثل أنت لما تضيعي مفتاح أو جزدان ضيعتي شغلة، بتصير الدوري. شوفي آلية الذاكرة كيف تشتغل، ما بدك أنت تلحي لها، هي عملها، لا تتدخلوا بعملها. مثل لما بتطلع حبة وبيضل يبحلق فيها الواحد، الجسم في عنا آلية دفاعية، آلية تنظيمية، بلايين الخلايا العصبية عم تشتغل لتخزن معلومة وتستدعيها وقت الحاجة. أنت خزنتي وقت الفحص، هلأ بدك تستدعي هالإجابة على السؤال. فاستدعاء المعلومات مو سهل. يعني شوفي في الطلاب العلمي بيتوتروا من صوت المراقب، هو عم يروح يجي، من لباسه، من ضوء، من صوت، جاي حدا هيك توتر، طالب لقوا معه رشدة، توتر الطلاب خاصة العلمي. يعني أنا عم بحكي العلمي لأنه في دقة بالإجابة، خوف من العلامة، كل السنة متوترين الكل، حتى الأسئلة. يعني أنت لما بتشوفي الطالب الأسئلة جايتهم مسألة عليها 100 علامة كان، تقول يعني كل السنة تعبه بيروح بشوية توتر. لذلك نحن بنحاول نهدي الوضع بالمراقبة، إذا أنسي لابسة تعب بيطلع صوت في. يعني جد يعني نحن هدفنا راحة الطالب، كل السنة عم يتعب ويحشق هالمعلومات. يعني كلمة اكتساب معلومة مو سهلة، اكتساب خبرة، اكتساب مهارة، كلها تخزنت بهالذاكرة. وهالذاكرة صابة احتشاء. يعني نحن حاليا بيجي على الموبايل لكم على شغلة،
كل الوقت يعني هدول المعلومات. نحن دائما نحب ناخذ منك معلومات استاذ يسرى، بس وقتنا خلص واكيد رح يكون لنا لقاءات ثانيه. بنتمنى الكل يكون استفاد من المعلومات اللي قدمتيها. شكرا لك. اكيد شكرا لك وبالتوفيق لكل الطلاب. معلومه اخيره صرنا حكينا بفقرات ثانيه سابقه انه اللون الاصفر بيساعد على التركيز وقوه الذاكره وبيخفف كثير من النسيان. واشربوا مي.